ربنا لما فيه صلاحنا. اللهم احفظ أهل داري وارحمنا بواسع رحمتك. أمي أمي فاطمة كما أدركنا أن والدي في خطر فنحن لا ندخل عليه في عزلته إلا نادرا، وغالبا ما يكون هذا لوضع الطعام الذي لا يأكله. المهم نشكر الله أنك قد جئت في الوقت المناسب. كيف اشتقنا إليك يا ولدي. وأنا يا أمي اشتقت إليكم جميعا. ترافقني للمسجد؟ بالطبع يا والدي، ولكن الآن سأسبقك للوضوء. هيا فليتعاون الجميع على ترتيب ما خلفته الحريق من فوضى إلى أن تعود مع والدك من المسجد. هيا هيا. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.